السلام عليكم، معكم كريم العمري، مستشار تجاري ديال اوتوكاس. سنوريكم العروض اللي عندنا، المميزات، كذلك السيارات اللي ديسبونيبل. بالنسبه لاول سياره دي قدم لكم، كما تلاحظوا هذه لا كابتور موديل 2023، كما تلاحظوا بريسك جديده، ضربه فقط 9000 كيلومتر، فيها لي فوليد كالندر كرومي. بالنسبه لي جونت فيها كذلك لي جونت الومنيوم ديال 16. بالنسبه للانتيريور ديالها كما تلاحظوا سياره تبارك الله جديده، فيها موديل 2023. بالنسبه لي زوبسيون ديالها الانتيريور تحتوي على اكرون تاكتيل جي بي اس افيك كليم. بالنسبه للفولون ملتي فونكسيون افيك ليميتور ريغولاتور دو فيتاس، لي فيتر بربعة الكتريك، لي روتروفيزور الكتريك. كما تلاحظوا السيارة عامرة، ضربة فقط 9000 كيلومتر، ليطا ديالها خيسك جديدة، تتمشي بدو كولور. بالنسبة للموتوريزاسيون ديالها فيها موتور ان سانك تتديفلوبي 115 شوفو، فيها لي بار دو توا. الصالون ديالها سباسيوز، سيارة عائلية وميني 4x4. كما تلاحظوا جايبه ديزاين جديد. سياره بريسك جديده، فيها موديل 2023 كما قلت لكم، ضربه فقط 9000 كيلومتر. بالنسبه للبري ديالها 24 مليون، بمازال فيها روميز، التحقوا بنا ان شاء الله باش نوريكم العروض ديالنا. كذلك ثاني سياره دي نقدم لكم كما تلاحظوا لا تيغو 2، شيري تيغو 2، فيها كذلك موديل 2023. كما تلاحظوا سياره هي توت اوبسيون، ضربه فقط 15000 كيلومتر، سياره هي مازال نقيه. بالنسبه لي زوبسيون فيها لي جونت الومنيوم، لي فوليد، بروجيكتور اونتي برويض. بالنسبه للصالون ديالها كما تلاحظوا فيها لا كودوار سونترال افيك اكرون تاكتيل، الفولون ملتي فونكسيون، الصالون ديالها سباسيوز، سيارة عائلية. هذه ضربة فقط 15000 كيلومتر، فيها كذلك لي فيتر بربعة الكتريك، لا كليم، الصالون كوير. بالنسبة لي فيتر بربعة، لي جونت الومنيوم، سيارة عائلية ضربة فقط 15000 كيلومتر. جايبه هاد اللون ديال غري بلاتين، كذلك فيها لي بار دو توا. الثمن ديالها فقط 13900. كذلك غادي نقدم لكم لا فيات سانسو، فيات سانسو كما تلاحظوا هذه جايبه لا توت اوبسيون عامره افيك توا بانوراميك. موديل ديالها فيها موديل 2022، سياره جميله مطلوبه بزاف. كما تلاحظوا فيها لي جونت الومنيوم، فيها لو توا بانوراميك. بالنسبه للصالون ديالها اون كوير، جايبه ليكرون تاكتيل، لا كليم، فولون ملتي فونكسيون، لي روتروفيزور الكتريك. ضربه فقط 50000 كيلومتر، كما تلاحظوا فيها طوا بانوراميك. هذه موديل ديالها كما قلت لكم موديل 2022، السياره مازال ليطا ديالها بريسك جديده. كما تلاحظوا السيارات السيتادين اللي مطلوبين بزاف، وفيها كذلك موديل مزيان. بالنسبه للكوفر ديالها كما تلاحظوا سيارة اللي جميلة ومطلوبة بزاف. بالنسبة للبري ديالها كما تلاحظوا هنا، هذه السيارة افير دو جور، بري ديالها فقط 14700، ومازال فيها روميز ان شاء الله. ثم كما تلاحظوا سيارة مازال نقية بزاف، ليطا ديالها مزيانة بزاف. كذلك
غادي نقدم لكم هذه لاكيا بيكانتو افيك بواطا فيتاس اوتوماتيك، موديل ديالها فيها 2021، موديل 2021 كما تلاحظوا فيها لي فوليد لي بروجيكتور اونتي برويد، هذه لا مويان غام افيك بواطا فيتاس اوتوماتيك كما تلاحظوا. هذه فيها كذلك بالنسبه لي زوبسيون فيها ليكرون تاكتيل، لا كليم، لي فيتر بربعه الكتريك افيك لي روتروفيزور الكتريك. سياره اللي مطلوبه بزاف لاكيا بيكانتو افيك بواطا فيتاس اوتوماتيك كما تلاحظوا، سياره سيتادين موديل ديالها فيها موديل مزيان 2021 كذلك فيها لابواطا فيتاس اوتوماتيك. كما تلاحظوا عندنا مجموعه من السيارات لي برلين لي سيتادين، كذلك غادي نقدم لكم سياره تويوتا كورولا، هذه فيها ايبريد، هذه سياره ايبريد كما تلاحظوا، هذه فيها موديل 2020 ضربه فقط 45000 كيلومتر، سياره توت اوبسيون فيها لي فوليد كالوندر كرومي لي بروجيكتور اونتي برويات افيك جونت الومنيوم. بالنسبه للصالون ديالها كما تلاحظوا فيها ليكرون تاكتيل، ايكرون تاكتيل فيها لا كليم اوتوماتيك بيزون افيك بواطا فيتاس اوتوماتيك، برانامان الكتريك افيك لي روتروفيزور الكتريك رابطابل، لي فيتر بربعه الكتريك، الفولون ملتي فونكسيون افيك ليميتور ريغولاتور دو فيتاس فران دو لابياس. كما قلت لكم هذه السياره برلين ايبريد، موديل ديالها 2020 ضربه فقط 45000 كيلومتر، بري ديالها دايره 22200. هادي من السيارات لي بريد اللي ولاو. كذلك غادي نقدم لكم لا داسيا لوغان، هادي موديل ديالها 2019 لا مويان غام لومبيونس، فيها موتوريزاسيون 1.5 تي سي اي 85 شوفو، هذه السياره اللي فابل في لا كونسوماسيون ديالها، كونسوماسيون ما تيكونسومي والو، موديل ديالها 2019 لا مويان غام، كذلك فيها لي فوليد لي بروجيكتور اونتي برويات. بالنسبه لي زوبسيون ديالها في الانتيريور هذه لا مويان غام، كذلك فيها لا كليم بوست بلوتوث ليميتور ريغولاتور دو فيتاس ضربه فقط 90000 كيلومتر، سيارة لي سباسيوز. بالنسبة للكوفر ديالها كما تتعرفوا كوفر كبير تبارك الله، فيه واحد 500 لتر، كوفر تبارك الله ما شاء الله كبير، فيه واحد 500 لتر. بالنسبة للموديل ديالها كما قلت لكم هذه موديل فيها 2019، الثمن ديالها تتقى 11 مليون اون بروموسيون. كذلك كاينه الاوبل استرا، هذه لا توت اوبسيون موديل 2016 توت اوبسيون، فيها لا كليم، فيها لي زوبسيون كاملين، لي فوليد لي بروجيكتور اونتي برويات لي جونت الومنيوم. كما تلاحظوا الصالون ديالها جايبه لي زوبسيون كاملين، ليكرون تاكتيل، فيها فرنامان الكتريك، فولون ملتي فونكسيون افيك لا كليم اوتوماتيك، السيارة توت اوبسيون. بالنسبة لو بري ديالها تتقاب 16 مليون، مازال فيها الروميز ان شاء الله. هادي لا فورد فيزيون، فورد فيزيون ما تتلاحظو موديل فيها 2016، هادي لا فيرسيون تيتانيوم لا توت اوبسيون، فيها لي جونت الومنيوم، لي روتروفيزور رابطابل الكتريك، لا كليم اوتوماتيك بيزون، جايبة لا بواط اوتوماتيك.
La coudoir centrale en cuir, volant multifonction avec limiteur régulateur de vitesse, les rétroviseurs rabattables électriques. سيارة برلين بالنسبة للبري ديال هاد الفورد فيزيون هادي موديل 2016 تتبقى ب 16 اونس، مي مازال فيها بروموسيون مازال فيها روميز ان شاء الله. زورونا باش تستافدوا من العروض القيمة شهر رمضان. بالنسبة للسيارات الاس يو في العاليين عندنا كذلك لا نيسان كاشكاي موديل 2023 كما تلاحظوا، هذه نيسان كاشكاي بريسك جديدة، هذه اسانس نوفو يوم موتوريزاسيون ان 3 كما تلاحظوا، توت اوبسيون فيها لي رادار افون و اريار فيك كاميرا دو ريكول لي فوليد لي بروجيكتور انتي برويد لي جونت الومنيوم. بالنسبه للانتيريور ديالها كما تلاحظوا فيها ليكرون تاكتيل جي بي اس افيك لا كليم اوتوماتيك، ديماراج ستار ستوب افيك فرين امان الكتريك، الفولون ملتي فونكسيون، سياره سباسيوز وعائليه كما تشوفوا، فيها لي فيتر بربعه الكتريك، لي روتروفيزور الكتريك، جايبه ديزاين جديد ديال نيسان كاشكاي. هذه فيها موديل 2023. كذلك كاينه لا بيجو 2008 موديل فيها 2018 لا توت اوبسيون، بالنسبه لو بري ديالها دايره 17 مليون. هذه لا بيجو 2008 لا توت اوبسيون كما تلاحظوا، ما تلاحظوا كاينه لا بيجو 3008 نيسان كاشكاي كذلك. كاين الاوبل جراند لاند، هذه لا فيرسيون توت اوبسيون العامره، فيها لي رادار افون و اريار دي جي با لي اوبسيون كاملين، فيها لي فوليد كالندر كرومي افيك بروجيكتور انتي برويد، لي جونت الومنيوم ديال 19. بالنسبه للصالون ديالها صالون كوير الكتريك، صالون كما تلاحظوا كامل كوير، جيبا بواطا فيتاس اوتوماتيك، هادي لا فيرسيون توت اوبسيون العامرة، فيها ايكرون تاكتيل، لا كليم اوتوماتيك بيزون، افيك كودوار سونترال، الفولون ملتي فونكسيون ريغلابل، لي روتروفيزور الكتريك رابطابل افيك لي فيتر بربعة الكتريك. هذه فيها كذلك تا الكوفر تيتحل الكتريك، الكوفر ديالها الكتريك فيه تقريبا واحد 550 لتر، كوفر الكتريك تيتحل دي جايبه كما قلت لكم فينيسيون لا توت اوبسيون، كوفر اون الكتريك. هذه لا توت اوبسيون موديل ديالها 2021 2021. كذلك كاينه اوبل كروسلاند، هادي لا فيرسيون توت اوبسيون 2018 2019 موديل 2019 توت اوبسيون كما تلاحظوا، فيها لي رادار افون اريار، لي فوليد بروجيكتور انتي برويد، لي جونت الومنيوم تتمشي بدو كولور افيك لي بار دو توا، فيها حتى لي بار دو توا الفوق. بالنسبة للصالون ديالها فيها ليكرون تاكتيل افيك لا كودوار سونترال، الفولون ملتي فونكسيون افيك ليميتور ريغولاتور دو فيتاس، روتروفيزور كذلك الكتريك، لي فيتر بربعة الكتريك. هادي لا توت اوبسيون افيك كاميرا اي رادار دو ريكول كما تلاحظوا، فيها حتى كاميرا ولي رادار دو ريكول، سيارة عائلية وسباسيوز. سيارة عائلية. بالنسبة للثمن ديالها هادي موديل ديالها 2019 لا توت اوبسيون دايرة 18 مليون، مي مازال فيها روميز. بالنسبة للفينونسمون
تيكون عندنا كذلك الكريدي ديال لا بنك صوفاك اوتو هول، كذلك دايرين لي كونفونسيون مع البنوك التشاركيه، كذلك كاينه نيسان كاشكاي هذه موديل 2023 ضربة فقط 17000 كيلومتر. بالنسبه لادريس ديالنا ديال فاس، بالنسبه لادريس الناس اللي مازال ما تيعرفوش البوزيسيون ديال فاس، حنا تنتواجدوا بالقرب من الرون بوان اللي تيهبطوا بن سودا اون فاس مع الجامعه الاورو متوسطيه وسط اوتوهول. زورونا في اقرب وقت. كان معكم كريم العامري مستشار تجاري ديال اوتوكاز، مرحبا بكم.